هذا البرنامج يقدم لكم برعاية فضل عدين وأولاده للصرافة. يتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع برنامج خلي رمضانك أحلى. حلقتنا اليوم عنوان خلي رمضانك أحلى بالشجاعة، فالشجاعة في قول الحق عبادة عظيمة. قول الحق وشهادة الحق والموقف الحق لا يقوى عليه إلا شجعان من الناس. ولهذا يا سادة، كان سيد الشهداء حمزة لمواقفه الشجاعة في الدفاع عن الحق، وفي نفس المرتبة رجل قام إلى إمام جائر فنصحه فقتله. ولهذا أخي الصائم، قد تواجه موقفا يتطلب منك وقفة شجاعة تنتصر فيها للمظلوم، فتمنع ظالما أو تحمي ضعيفا أو تغيث ملهوفا، فلا تتردد وانصر أخاك ظالما أو مظلوما. ولا تنسى أن الرجوع إلى الحق والصواب من الشجاعة أيضا، فكن جريئا مع نفسك وابدأ أنت بالمصالحة والمصافحة. يحبك الله، ولا تنسى خلي رمضانك أحلى بالشجاعة.